الله أكبر، الله أكبر. أسطورة لن تتكرر. كان من أعظم من حكم الأندلس على الإطلاق، الرجل الذي وطأت خيله أماكن لم يطأها خيل المسلمين من قبل، وغزا أكثر من 54 غزوة في الأندلس، فلم تنتكس له فيها راية، ولم تهلك له سرية، ولم ينهزم له جيش قط. إنه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الوليد. ولد محمد بن أبي عامر عام 327 للهجرة، أصله من تركش في الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس. نشأ محمد بن أبي عامر كمثله من أقرانه على القرآن والفقه، إلا أنه كان ظاهرا نجابة. ومن أهم وأعظم معارك المنصور على الإطلاق، التي هي بمثابة غرة المعارك الإسلامية في جزيرة الأندلس، هي معركة شنت ياقب سانت يعقوب، حيث وصل إلى أقصى بلاد جيليقية، إلى حيث لم يصل مسلم من قبل. ومن أعظم مناقبه الزيادة والتوسعة التي وسعها في جامع قرطبة العظيم، الذي لم يبن مثله في الإسلام. وفي ليلة الاثنين في 27 من رمضان من عام 392 الموافق 11 من أغسطس عام 1002، فاضت روح المنصور محمد بن أبي عامر إلى بارئها. Thank you.